مصر، وان الحكومه او اي كل مسؤول تحكيم في مصر سيتم محاسبته. والاسبوع اللي جاي ان شاء الله استعاده رئيس مجلس الوزراء ومعه بعض الوزراء لإلقاء بيان هنا لإجلاء الحقيقة لكل المواطنين. فلا عندي حد يبتدي الكلام، يعني جبت الكلام ليه يا محمد سليم؟ أنا ما كنتش عاوز أتكلم بس علشان أوريك إزاي يتم الإزاي، إزاي يتم يرد لنا الأي ويبدأ خلاص يعمل فيها حالة. نحن فيما نتكلم في إطار الإشادة بعظمة الشعوب، لأن العظمة مش شعب، الشعب اللي باقي دائما وأبدا ونحن رزين